افتتح أول اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس صباح اليوم الاثنين في العاصمة الصينية بكين بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيرة خارجية جنوب إفريقيا مايتي ناكوانا ماشابان ووزير الخارجية البرازيلي إلياسو نونيس ووزير الشؤون الخارجية الهندي فيجاي كومار سينغ. وقد تبادل الوزراء آراءهم حول قمة البريكس في سيامين والنتائج المتوقعة لاجتماع الحوار بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية واجتماع ممثلي دول البريكس للشؤون الأمنية. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كلمته إن آلية التعاون بين دول البريكس شهدت تقدما حتى أصبحت بمثابة شجرة ضخمة وصارت أثرها ذات صدى عالمية، وعلى مدى عقد من الزمن ارتفعت نسبة اقتصادات دول البريكس في الاقتصاد العالمي من 12% إلى 23%، وساهمت بأكثر من 50% من النمو الاقتصادي العالمي. كما اتسع مدى التعاون بين دول البريكس من الاقتصاد إلى السياسة والثقافة، وأنشأت هيكلا تعاونيا شاملا وواسع النطاق ومتعدد المستويات. في الوقت نفسه أرست دول البريكس علاقات تعاون وثيق مع الأمم المتحدة ومجموعة الدول العشرين وغيرهما من المنظمات الدولية الأخرى، وساهمت في تعزيز تضامن الدول النامية ومصالحها، وقدمت مقترحات وخطط لمواجهة المشاكل والتحديات التي تقف في وجه العالم، وقد لاقت تقديرا كبيرا من مختلف الأطراف. وأضاف وانغ يي أنه باستعراضنا للعقد الماضي يمكننا رؤية تقدم التعاون بين دول البريكس خطوة خطوة مع الحفاظ على الحيوية القوية، متابعا أن مرد ذلك للتمسك بروح دول البريكس المتمثلة في الانفتاح والتسامح والتعاون والفوز المشترك. يصادف العام الحالي بداية العقد الثاني للتعاون بين دول البريكس، وهي لحظة هامة حيث تولت الصين رئاسة دورية لمجموعة البريكس وستلعب دورا هاما للربط بين الماضي والمستقبل. وبفضل دعم جميع الأطراف فإن الصين واثقة بالعمل مع الجميع لكسب مستقبل أفضل وبدا العقد الذهبي الثاني لدول البريكس. دعونا نتقاسم الجهود ونطلع برسائلنا التاريخية من أجل استقرار وازدهار العالم والتنمية الصحية للتعددية.